الخير عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج جزائريون. أنا أقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد كامل الجزائريين بعد شهر رمضان الكريم. نتمنى إن شاء الله من الله عز وجل أنه يتقبل منا صالح الأعمال، الصيام والقيام. اليوم جبنا لكم مواضيع مختلفة ومتنوعة، خليكم مع ملخص حلقة اليوم. مدحي سيدي وحبايب الهيوة نهاية نويتيت باش انا نسطنا نكذي قبوين نخدم في طلاعين نقاث ازرع نقاث كمامين نقاث مصلحي وين مواري. شاش النقطة ذوك قواري هما ذي ربعني في الحاج لغة العمي الشريف سليه اش نتوز لو ندير الميثاق هما رخريس الجمعية السعيد قرارة. بداية العمل التطوعي شرع فيه من هذا المنبع الذي يعتبر رمزا لسكان قرية آث سليمان. مساكن كثيرة واشوشان يكون خمس نطويا جنرال أمكن نفي شي شعب كان يموبيليزي الشعب الله يبارك ثم زوارة النطوية ثلا. هنا تفترش خير الزربية التقليدية وبجانبها نوع من الأعشاب المطحونة ومواد أولية أخرى لتحضير أنواع الكسكسي الذي تشتهر به المنطقة. فتيل تاع القمح نفسه يعني هذا هو لا باز تاع الفتيل، يعني كالأطعمة يتفتلوا كيما هكذايا، غير تاع الأعشاب اللي لازم كيما نديروا تاع الزعتر، كيما نديروا تاع النعناع، كيما نديروا اللي نخلطوا صديق كل 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 طعام وكيفاش يتخلط. أحيا سكان قرية آث سليمان بولاية بجاية إحدى أعرق عادات أتاو والتي يطلق عليها اسم ثيويزي، والتي يتم من خلالها تجسيد بعض المشاريع ذات المنفعة العامة. المزيد في هذا الروبورتاج. بداية العمل التطوعي شرع فيه من هذا المنبع الذي يعتبر رمزا لسكان قرية آث سليمان الذين التأموا لتنظيف قريتهم لا سيما الأماكن الحساسة لإعادة الاعتبار لها وإبراز الشكل الجمالي الذي كانت عليه. مساكن كثيرة واشوشان يكون خمس نطويا جنرال أمكن نفي شي شعب كان يموبيليزي الشعب الله يبارك ثم زوارة النطويا ثلا ومن طون نكسر شوية الحشيش واحد شجر نطوغي جيني دينا ثلا يطوغ ماني سي يطوغ قفلن يطوغ ديفيين في الكوت النيطون ثلا كي نردون ثلا تنتدع نكمونسا كثيرة واشوشان طون سيمبل لو كارتين راني سليمان إن شاء الله نتحرك ولا سي حاشمة تنفك حاشمي وليت الدو نورمال تسو الله يبهد الزيس ثلاثة جديد ثلاثة وعشوشن نكون إذن بروفيتي لوكازيون إن شاء الله مينيمو. ثلاث بكري يتوت تخمج مرات فوح دايني تفرح مليح مليح سورتو من نظر لي جاني كاسيك الله يبارك وسند مره خدمت سوم شطوح سوم قران نفرح لي مليح مليح ميدي مجمع مره ثبو شوتو كارتي نبروفيتي لوكازيون نقول لي سي صديق الحال هذا ندو باذن الله ندو واحد لاسوسياسيون حاش ما داين نوطي اللي بغينا ان شاء الله. تجاوب كبير لسكان هذه القرية للمشاركة في هذا العمل الخيري التطوعي مغتنمين بذلك فرصة أيام نهاية الأسبوع. تسان بلومو إيشان غولا ونغ فكارتي النغ لن تخل للحويجي خص الكارتي بعد نكولي ترمونو فالشعب إن كان دمرا يبغى يخدم خل للحويج مرة ولي فولا وين فريمو السيفان كود بوس بعد نكولي إيشان الغير فكارتي على كل حال نكري الاسوسياسيون سميس الاسوسياسيون سوسيو كولتيرال ثلاثة وعشوشين
السماس تاع واش شنو سامبل مو تاع واش ستان سامبول نوتر كارتي اتفتو لا يون غفي سمانيه سي سي تاع واش شنو يعلم يون غفي درس تاع كيف كيف الو على كل حال ان شاء الله يا ربي سمعونا نو كارتي تسمعونا دا فولونتي دا كنكون لي مونبر لاسوسياسيون ان شاء الله عاد نخدم الحوايج يخص نو كارتي. يونا منكر غض فرحه مليح 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 يزر غاني مت كدواريو ان شاء الله تاع تم زوارو البدايه تاع لا واش وشن ان شاء الله ديك ملي زات ان شاء الله ماذا بينا ان رياليزي خير الحوايج تاع هكا تدارت ان شاء الله. مازال الحوايج نيطان مازال نخدم ليكول بريمير نقرا الواش والسفان مازال نسخم البارودار مازال نسخم شويه الترميم داخل ليكول وميم طون مازال نساعد البروغرام مازال تشبانت مازال بزاف الحوايج يخصني يوكارتي ان شاء الله يوتي هو ثلاثه نلحق كلش. إعادة إحياء العمل الخيري الجمعوي بهذه القرية مع التوفيق في هذا المشروع الأول منذ سنوات حفز وشجع السكان على مواصلة أعمالهم التطوعية لتمس مستقبلا مواقع عامة ومنشآت عمومية أخرى. السبتي وشريف من أم البواقي مثال للصداقة لم يفرقهما الزمان طوال الحياة متشبثان بحرفة الأجداد فجمعهما نبات الحلفاء الجبلي الذي يتم تحويله إلى منتجات تقليدية تأبى الاندثار. المزيد في هذا الروبورتاج. يا سيدي غري الشريفي طبطب لا ديال دارتي انا نروح نطلع البذرار لان وقيم واري وانا قلت راش متابا شقلين ننحلو قذرار لاشا نروح نقلع داري ونهوا نتشيخ نشد الشريف. يا سيدي وحبايب الهيوا يا الله ربي والله احنا ايوا سيدي وحبايب الله ايوا يا سيدي وحبايب الهيوا ايه نويتيت باش انا نصطنا نكلي قبوين انا ويانا نزنزد انا ويا على شاقلين يحب هذا انا ويا شاقلين نكتفني الاولاد لا شا ايه انت تقليدي نتعايشها ما بعد. ايوا يا حمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا احلى ربي وحنا احلى ايوا يا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا محمد يا سيدي وحبايب الله خدمة جديدين خدمة جرهال توين الزنوزة جرين الزنوزة 500 ثيقفوين الزنوزين 100 فرنك ثيقفوين الزنوزة 19 دور ثيال الجدود نخ مشاهدين كنتين شوية لازم هذه خدمتهم وجاش خدم خدوق الشريط سالم لو قام يجري ثلاثة شاشين تهز لون دي الميتي كون لون دي مقران وشين العاد السماء دي مزان قردو الدوني ثنخ شاشين لو قضي ذوق قواري هما دي ربعني في الحاج ايوا وغل عمي شريف ايوا سليه اش أيوة. نتوز لو ندير الميثاق يا هما غرخريص غرخريص الجمعيه السعيد قراره يحلى فواز الذيب سمن قور باش ندير الفرقه نخ كل بربي ان شاء الله ما يخصنا والو وانت الميت وانا وانا في جاجن ومن بعد نقول نزطا جرتيل شني سلع وايل نزطا جرتيل وهاشني نتغنى هاشني نتشيخ هاشني محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا الله الله يا ربي والله الهيوا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا الله ربي والله الهيوا يا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا يا محمد يا سيدي وحبايب الهيوا.
يا ربي والله الهيوان محمد وحيد يا وحبايب الله ايوان يا محمد وحيد وحبايب الهيوان يا الله ربي والله الهيوان. احنا رانا جمعيه نيفل سر جمعيه ولائيه ونحافظوا على الحلف هذه وشنو هو المعنى نتاعها. درت عمي الشريف وعمي السبتي وعندي قطعه من نتاع الجمعيه ينسجوا الحلفه، نديروا الفراشات، نديروا البردعه، نديروا الامور تاع الحلفه كامله باش يبقى هذا التراث يبقى لاولادنا. ما تموش للتراث تاع جدودنا ما يروحش. شي ندير من الزن ماذا بينا خنت تسلم ما تجيش يروح ديني. لا لا شنو نحرف ثاني النون وتنجيش تروح صربي ان شاء الله. معليش تحلى تحلى تقليديه حلا تقليديه بكري الجيل بكري حلا هي حلا شنو تعلم ان شاء الله وتقيم العثر النون قال العبد مقران. ها هي نخدم جرذال نخدم غطيون نخدم زنبيل نخدم تي برثيوين نخدم تي طلاعين نقاد هازرة نقاد تي كمامين نقاد تي مصلحي وين مواري. المهم تانتا التقليد ديالنا نخدمها ما نفرط. المهم نخدم تانتا الخمتة نخطولها ما محمد عزيزي وحبايب الهيوة وحبايب الله ايوا محمد وحشيدي وحبايب الهيوة. تسير حبات الكسكس في رحلة من الزمن لتشكل في الأخير طبقاً رئيسياً برغم الاختلاف في طريقة تحضيره والمواد التي تدخل في طهيه. نتعرفوا عليه في هذا الروبورتاج. هنا وليس ببعيد عن حقول مدينة الأبيض مجاجة وسط هذا المنزل التقليدي تجمعت السيدة خير رفقة صديقاتها لتحضير أنواع من طبق الكسكسي الذي لا تكاد تخلو منه كل عائلة جزائرية في المناسبات والعيادة. الطعام هو يعني قمح أصيل يعني مام العادي الأبيض كما احنا نقولوا الطعام تاعنا الأبيض هو لاباس تاعو راهي جاية من القمح يعني والقمح كما تعرفوا عنده فايدة كبيرة يعني الصديق بلا بيه ما يقدرش يعيش الانسان لخاطش عليه القمح منه الكسكس منه الخبز منه يعني فيه النشويات. هنا تفترش خير الزربية التقليدية وبجانبها نوع من الأعشاب المطحونة ومواد أولية أخرى لتحضير أنواع الكسكسي الذي تشتهر به المنطقة. فتيل تاع القمح نفسه يعني هذا هو لاباز كاع تاع الفتيل يعني كالأطعمة يتفت له كيما هكذايا غير تاع الأعشاب اللي لازم كيما نديرو تاع الزعتر كيما نديرو تاع النعناع كيما نديرو اللي نخلطو صديق كل طعام وكيفاش يتخلط كاين اللي يعبر بعبر كاين اللي يعبر بثابر يعني على حساب البنة وعلى حساب صديق لا كونتيتي اللي تكون كاينة. الطعام المفتول كي ينفت له يكون جديد ويكون خضر ما يكون يكونش يابس والطعام المفتول يعني يكون يابس مفور ويابس ويشرب الماء كي تعاود تدير الفرق بين الخضر واليابس كيما كي شغل كيما شتى العجين كي يكون دقيق كيما هكا يشرب الماء بصح كي يكون مشمخ كيما هذا ويكون مقبل ما يشربش الماء بزاف. هذه الطريقة التي تقوم بها السيدة خيرة الفتيل في الوقت الذي عزف ربات البيوت وبناتهم عن القيام بهذه الطريقة في ظل توفر أنواع الكسكس الجاهزة في متناول المستهلك. لكن ما تزال ربات البيوت عبر المناطق النائية يحافظن على تحضير الكسكس بأنامل أيديهن.
في الوقت الحاضر دروك كشغل نقصت شويه هذا الظاهره لخاطش على البنات ماهمش يحبوا يتعلموا. مي في المناطق النائيه تلقاهم استاذ مصغرهم ماشي حتى هي الام تاعها تقولها روحي تفتلي، هي استاذ تبغي تخلط وتبغي تجي تبغي تقعد وتبغي تشوف كيفاش الام تاعها راهي تاخذ، تبدا عشوائيه، هي تبدا غير هكذا، والام كي تكون قدامها ولا العمه ولا الجده كي تكون قدامها هي اللي تقول لها صديق المراحل اللي تبدا به. مقبل كانت كي يكونوا يفتلوا طعام يعني مثلوا كي يكون عرس يكون مقبل يديروا دروك حنا رانا معظمو يديروا الاطباق ويزيد يديروا طعام المشري كيما نقولوا حنايا المشري يكون واجد يعني يربحوا الوقت كيما مقبل لا كان يعني الطعام قليل هذا اللي يكون مفتول اليابس. ديروا ثقبه في الوسط وخلوه باش يفورنا بالخف يخرج النفس تاعو. الزعتر، النعناع، الحلحال، البلوط، القمح، الحموم، الخروب، الشعير وأسماء أخرى هي مواد أولية تمتزج بالقمح اللين أو السميد لاستخراج منها نوعا من الكسكسي حسب طلب الزبائن. فهذه الأعشاب الطبيعية يعتبر الكسكسي المفتول بها علاجا لبعض الأمراض المزمنة. ما نقولوش الرشة بس يكون فتول جديد هذا ونيا واللي يكون يابس نطولوا الرشة. احنا الطعام عندنا هنايا يعني هو سلطان مايدة يعني، وحنايا هنايا كي عندنا مثل نقولوا باللي يستضيغ الطعام كي تجينا ضيف لازم يكون كاين الطعام، يعني لازم نديروا حتى ولو دلوا انواع الاطباق لازم يكون الطعام، خاطش علاه هو كيما يقول المثل حنايا يقول لك الطعام قمنا ولو كان بالماء، حنا كيما نقولوا في القرح وفي الفرح، يعني لازم يكون. حنا العائله الشلفيه مازال ما قطعناش العاده تاع الطعام. سلي كيما نقولوا نمثلوا في المانيا في فرنسا في الاخر يبغوا الطعام ويبغوا يعني الاطباق الاخرى، دروك هما كيجوا يبغوا بسكو في فرنسا وفي المانيا ما يتباعش، كي يتلموا وياكلوا الطبق كيما هذا ما يحسوا روحهم بلي راهم في بلاد في البلاد تاع الجزائر ماهمش يعني مهاجرين. الكسكسي طبق يحكي قصة الأجداد وعلاقتهم بالأرض، فهذا الطبق تقليدي غني بفيتامينات الحبوب والأعشاب. السيدة خير رفقة صديقاتها تعملن على توفير هذه المادة لعائلاتهن بطريقة الفتيل ليتربع هذا الطبق بأنواع وأسماء عدة، فهناك من يشتهيه بالمرق الأحمر والدجاج وهناك من يعشقه باللبن. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج جزائريون، ما بقى لي نقول لكم إلا تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم وموعدنا يتجدد الأسبوع القادم، إلى اللقاء.